هي الصراحه انا ما كرهتهمش يربحوا، ولكن ما غيربحوش ما عرفتش حيت المغاربه هما حتى كيفرحونا شويه وكي نايضه واعر. وين جاونا حنا راه شويه كيسخفوا دغيا والله. قول لهم ديروا جهدكم، عافاكم، حاولوا تفرحونا حيت راه عينا بزاف والله والله الا بزاف كرهونا في الكوره الحيحه. غندير مظاهره بعدا، انا غندير مظاهره حيت راه بزاف عيقوا ديما حنا العام اللي جا لا ما كاينش المنتخب ما كاينش بزاف. توقع ديري ديجا باسكو سافا اتخ ماتش تري ديفيسيل جو بونس سافا اتخ 0-0 سي جامي اون فا فير ان ماتش نول ديجا اون اي كاليفي. المشكل غيكون بزاف كيما قلتي سي جامي اون سرا با كاليفي جو بونس با سافا اتخ لا كاتاستروف باسكو اون في كونفيونس كوميم لهاد ليكيب هادي. سارت غاتكون ديسيبسيون كبيره للبلاد، غاتكون ديسيبسيون كبيره للجمهور للشعب اللي كيتسناهم كسوا هنا في البلاد ولا برا البلاد. با جو دونغي دون ان بخومي طون ماتش نول اي ابخي 1-0 بور لو ماروك. الله يسهل عليهم ونبغيو يلعبوا مزيان ونتمنى بالضبط الاشرف بن شرقي يلعب مزيان ان شاء الله يتاهلوا، ان شاء الله يتاهلوا هادشي اللي بغينا. وديما مغرب ان شاء الله غير يلعبوا مزيان وباش يتماركا خاصهم يلعبوا مزيان باش يتماركا ان شاء الله 1-0. ما تاهلناش الا ما تاهلناش ما سهلش سيدي ربي سي غيبقى فيك الحال، ولكن حيت المغرب راه حيت بلادك اللي لاعبه والا ما تاهلوش راه الغالب الله هادشي اللي كاين. المهم بغيناهم يربحوا بشي نتيجه تكون مزيانه 2-0 3-0 المهم حنا يكون المهم التكتيك يكون مزيان تما كيما لا هادشي ماشي واحد يلعب باين في راه كل واحد بوحدو. المنتخب الوطني بغيناه يتاهل ان شاء الله باربعه الاهداف باش غدا ان شاء الله نفرحوا معاهم حيت شحال هادي ما تاهلوش. الا ما تاهلناش هذه راه حاجه عاديه حيت ولفنا على المغاربه ما كيربحوش غنتقبلوها بروح وطنيه عادي وديما مغرب. ما حد بانو نور اليميق ان شاء الله مشاو مع المنتخب فالخير فالخير على المنتخب ان شاء الله غادي يتاهلوا من تما. واش نقول لك راه تعادل مزيانه لينا ان شاء الله راك عارف راه الكوت ديفوار وكذا ومعيطين على لعابه مزيانين وانت حنا كما تاقين في المنتخب ديالنا وحنا شاقين في المنتخب ديالنا. وين ما تاهلناش اخويا باقيين ان شاء الله ما عندهم ما يديروا يفكروا في القدام يفكروا في كوب دي مونت جاي كوب دافريك اللي جايه الاخر ان شاء الله. حتى راه ديما ما كنتاهلوش يعني ولفنا ديك اللعبه ديالنا ما تاهلناش ولفناه ما غنتصدموا ما والو عادي. نتمنى ان شاء الله المنتخب الوطني ديالنا يربح ان شاء الله بشي نتيجه اللي زوينه تفرح المغاربه كاملين وكنتمنى لهم التوفيق. شي 3-0 تابعونا في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا ابوني في لاشين يوتيوب.